اهلا بحضراتكم مره اخرى وحلقه جديده من هنا العاصمه. نتابع مع حضراتكم الاخبار الابرز خلال هذا اليوم، وهذا الخبر ياتي من ساحات من او المجال القضائي. خلينا نقول نشرت الجريده الرسميه قرار رئيس الجمهوريه رقم 347 بتعيين المستشار احمد ابو العزم رئيسا لمجلس الدوله خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود اللي انتهت ولايته اليوم. من المقرر انه المستشار احمد ابو العزم يقسم او يحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس غدا. قرار تعيين رئيس الجمهورية للمستشار أحمد أبو العزم هو بالمناسبة رابع أقدم 7 نواب في مجلس الدولة، وهذا القرار بيأتي بعد تعديل قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 اللي بموجب هذا التعديل أعطى لرئيس الجمهورية الصلاحية في أنه يختار واحد من أقدم 7 نواب في مجلس الدولة. القانون الجديد بينص على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس الحالي ب60 يوم على الأقل، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط، في هذه الحالة بيعين رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب رئيس مجلس الدولة الجديد. وهو ده اللي حصل، لأنه كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أرسلت مرشحا وحيدا هو المستشار يحيى الدكروري لرئيس الجمهورية، طبعا رغم تعديلات اللي حصلت على قانون السلطة القضائية. وبالتالي لأنه الجمعية العمومية أرسلت مرشح وحيد، فرئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين واحد من أقدم 7، ومستشار أحمد أبو العزم ليس الأقدم، هو رابع أقدم نائب. مزيد من التفاصيل حول هذا القرار بينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقد. مساء الخير يا فندم. في رأي حضرتك بداية كيف سيتم تقبل هذا الأمر؟ يعني في البداية طبعا هذه السابقة جديدة، هذا القانون اللي صدر حقيقة بيمثل اعتداء على الدستور، على مبدأ استقلال القضاء، على مبدأ الفصل بين السلطات، على مبدأ المساواة، على مبدأ التدخل، عدم التدخل في شؤون العدالة. أتصور أن هذا القانون مقضي حتما بعدم دستوريته. الأمر الآخر أنه القرار اختيار الأستاذ المستشار الجليل يحيى الدكروري كان بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وبالتالي هذا القرار اللي صدر بيصطدم مع إرادة أعضاء الجمعية العمومية. أعتقد أنه الجمعية العمومية هتستقبل هذا القرار بضيق لا شك، ولكن لأنهم رجال قانون أتصور ينفذ هذا القرار، ولكن باليقين هيكون محل طعن أمام مجلس الدولة، لأنه كما قلت هذا القانون أو هذا القرار الذي يستند إلى هذا القانون، قانون 17 سنة 2013 سنة 2017 يصطدم مع عشرات المبادئ الدستورية، وأعتقد أنه في هذه الحالة هيكون لمجلس الدولة شأن في هذه المسألة. لكن قد يقول قائل أستاذ عصام أنه في النهاية الجمعية العمومية لم تلتزم بالتعديلات اللي جاءت على قانون السلطة القضائية، حتى وإن كانت غير موافقة عليها. بكل تأكيد القانون وتعديلاته أثار جدل كبير واستياء داخل الجماعة القضائية بلا شك، لكن في النهاية هي لم تلتزم بالتعديل اللي أجري على نص القانون وأرسلت مرشح وحيد، وبالتالي كان كثيرون يتوقعون هذا القرار في النهاية. لا، ما هو حتى لو كان حتى التزم ما كانش هيطبق، لانه حتى لو كان تم اختيار 3 فهو السيد الاستاذ المستشار الجليل احمد ابو العزم ليس من الثلاث الثلاثه اللي هم في الترتيب، يعني كان في الترتيب المستشار طبعا يحيى الدكروري، يليه المستشار محمد موسى، يليه المستشار فايز. الثلاثة يعني هو حتى لا يدخل في دائرة الثلاثة الأقدم. طيب يعني ما دخلش حتى، ما هو لو كان يريد أن يدخل حتى في دائرة الثلاثة ما كان يملك أن يختار المستشار الثاني أو المستشار الثالث في الترتيب، إنما هو حتى خرج عن هذا. وبالتالي من تتوقع أنه يطعن على عليه دستوريا. تتوقع بنسبة كبيرة جدا هيتم الطعن على هذا القرار. والحقيقه انا في طعن مقام مني امام محكمه القضاء الاداري، لكن في الحاله دي
لما الطعن هيقدم من احد اعضاء الاستاذ المستشارين، واتصور ان الاستاذ المستشار يحيى الدكروري لو تقدم بالطعن هيتقدم به امام المحكمه الاداريه العليا في امام الدائره الثانيه المختصه بشؤون الاعضاء مجلس الدوله. اتصور هيبقى امام المحكمه الاداريه العليا الدائره الثانيه، وهيبقى وهيدفع فيه بعدم الدستوريه، وهيطلب وقف تنفيذ القرار والغائه. ودي اعتقد هيبقى يعني محل جدل قانوني في الفتره القادمه ودستوري ايضا. طيب في هذه اللحظه ما هو موقف المستشار يحيى الدكروري؟ هل يكون هو نائب للرئيس الجديد ام ماذا؟ ما هو حاليا هو النائب كده بهذا الوضع، هيبقى هو النائب الاول ايضا كما هو. كما هو النائب الاول حاليا، فهيبقى هو النائب الاول وهيباشر دوره كرئيس لجمعيه الفتوى والتشريع. وله ان يتخذ كموقف قانوني ان يعني يقدم طعن. حقه كاملا اعمال الحق والتقاضي وحفاظا على، واعتقد هو ما بيسعاش لحقوق شخصيه بقدر ما بيسعى لترسيخ وتاكيد مبدا مهم جدا، مبدا القضاء. نعم. ومبدا استقلال القضاء والفصل بين السلطات وحمايه القضاء من اي اعتداء عليه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام اسلامبولي المحامي بالنقد. وبكده مشاهدينا الكرام نصل لختام هذه الفقره من متابعه الاخبار المختلفه، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، تحياتي وتحيات فريق العمل والى اللقاء.